فيه دلوقتي. صور جاهزه حاجه نتكلم؟ اه جاهزه. يلا خلصت الشاي بتاعك؟ قول لي اللي نفسك فيه. يلا بينا. ايه اللي خلاكي تفكري انك تاخدي شهاده محو الاميه؟ دي حاجه حلوه قوي ان انت عملتيها على فكره. ابويا كان صعيدي، هي قاعده اهي. اه دي اختك؟ اه اختي. وابن اختك؟ وابن اختي. ودي ابني كمان. ودول احفاد؟ احفاد. لا ده جاري. جار؟ اه انت جيران. جاري احسن، واحسن الناس الجيران. اهلا بيك. وبعدين بقول له يابا عايزين نروح المدرسه، قال لي لا انا نعلم الصبيان لكن البنات لا. يعني كنت عايزه تخش المدرسه من زمان؟ كان في الايام دي، كان ايام الوفد. اه كنا نعدم الوفد هنا عشان ينجح ابننا. يجي اروح اوديه الشنوان راكب الحمار وانا ماشي وراه بالعصايه. ان كنت وانا راجع والدنيا سخنه انا اعيط شويه ولا ابويا واقول معلش. عشان عايزه تخش المدرسه؟ انا كنت بودي اخويا المدرسه. اه فانت كنت عايزه تروحي معاه المدرسه؟ بوديه راكب. آه. عشان احنا هنا وما بين شنوان شويه كتار. اه ما انا عارف، انا عارف. كنت بتعيطي ليه ساعتها؟ كنت من سخونة الأرض. آه آه والله ما جبت شبشب إلا نهار ما اتجوزت يا حبيبتي، وفضلت حافية طول السنين دي كلها. 18 سنة. ما يأستش برضه. صح. القطع يسحرت بالروح، عايزين تنزل سباق بالروح، عايزين ضم قمح بالروح، جاني القطن بنروح يعني. عشان احنا هي عيلة وهو ده البيت. اللي احنا فيه اب وام واربع افراد ولا خمسه سته ثلاث بنات وثلاث صبيان. وكان الواد هو الولد هو اللي يتعلم، البنت الولد لا. الولد يتعلم لكن البنت لا. اما ابويا مات بقى وديت دي المدرسه. وديتي اختك الاصغر منك المدرسه؟ اه ما هي دي اخر واحده. انت اصغر واحده؟ اصغر واحده. اهلا بيك. قلت لها روح المدرسه. انت كبيره يا حاجه؟ اه انت كبيره اخواتك؟ اول كبيره انا. ربنا يديك العمر يا رب. هنعمل ايه؟ خلف السنة مرتين ونمشي زي الناس ما يمشي. طيب وبعد كده اتجوزتي خلفتي امي؟ امه ليه؟ كان معايا 8. ما شاء الله ما شاء الله. لان الراجل كان واكل اهله. امه يقول له بلاش عيال، يقول لا احنا عايزين عيال. 8. 8 خلفتي 8 بتجيبهم الصحة. في يوم غلطت ورحت عايز اعمل عمل غلط. ايه؟ يعني اخر اخر بيت تعمل تفريغ. اه قال لي انت رح تعمل ايه؟ قالوا لي ده هات البطاقه. ما كانش بيديني بطاقه التموين حتى. اه ممسكها ليش؟ اه قول له محمد ما تجيب البطاقه عشان انا هروح اعمل كذا. قال لي انا عايزك في كلمتين. قلت له في ايه؟ قال لي بتوع الخليفه، اسم الخليفه واخدين منه عروسه سجاير، تعالي نروح نجيبها. اول ما رحت الضابط قال لي خش القفص. خشيت القفص بقول له ليه يا بيه؟ قال لي انت كنت هتعمل عمل غلط دلوقتي. قلت له والله ابدا. انا من نهار ما اتجوزت بيديني قرشين ساب لحد 70 سنه، هم القرشين تموا 2 جنيه. نعمل بال 2 جنيه ايه؟ قال له يا اخي حرام عليك، ده انا حق تجرى اكتر من كده. كنا بقى فاتحين دكان بنبيع احنا الاثنين واقفين. بتبيع في دكانك؟ ورحنا فتحت دكان زي هو ما كان له دكان هنا. طب انت دلوقتي ولادك كلهم دخلتيهم المدارس صح؟ والبنات علمتيهم. والبنات علمتيهم عشان انت ما اتعلمتيش. عشان انا ما اتعلمتش. ايه بقى اللي خلاكي دلوقتي يعني كنت اتعلمتي معاهم اخدتي محو الامه؟ ليه دلوقتي؟ هو كان رافض. رافض. اه طيب اروح عند حد اخد درس يقول لي بره باب مفتوح مفيش، اقول انا غلطانه فما اتعلمتيش. ايوه سكتت بقى لحد ما انفك الزمام بقى خلاص. الراجل ما تجري يا بت. الله يرحمها. الراجل ما تجري بقى خلاص العودة انتهت. يديك الصحة. هو مات قبل مني يعني. يديك الصحة، يديك طولة العمر. هو كان أكبر مني بخمس سنين كمان. اه بس أنا عارف إن اللي خدت شهادة محو الأمية دوت بشكارة كيماوي، أنا عارف أنت رايح تجيب بشكارة كيماوي. عشان شكارة الكيماوي. وبعدين لقيت باب المدرسة ناس واقفين بقول في إيه يا جماعة؟ اه. قالوا ده في محو، قلت لهم ما تدخلونا. بجد؟ اه والله. ده من قد إيه يا حاجة الكلام ده؟ قلت له من شهرين أهو. لا والله. اه والله. اه. قلت له ما أنا رأيكم إن أنا كان نفسي أقعد على تختي، أول ما خشيت قعدت على تختي قلت له صور يا عم. قال لي ليه كده؟ قلت له كان نفسي أقعد على تختي. أنا عايز ده. اه. اه قلت له والله قلت له. قعد يضحك. اه. قال لي يعني كان أميتك إنك تقعد على تختي؟ قلت له والله كان نفسي أقعد على تختي من زمان. طب حلو.
وبعدين بقى؟ أم طلعت العيال بقى وكده، قلت بقى أوصلهم أماكنهم وأروح أنا بقى بيت أبويا تاني. رجعت تاني بقى قعدت في بيت لهذا أبويا. المكان اللي انولدنا فيه، رجعنا له تاني. ده بيت العيلة، ده بيت العيلة، بيت العيلة، بيت العز. طب قولي لي بقى، لما جيتي تدرسي في محو الأمية أخدتي إيه؟ أخدتي عربي وأخدتي حساب؟ عربي ناقص وزاد وحساب. طيب إيه أسهل حاجة وأصعب حاجة وكنت مين اللي بيذاكر لك وإيه اللي كان؟ ما حدش بيذاكر لي. أنت بتذاكر لنفسك؟ مولاي كمان هجيب لي مستعين. ما جايين ليه المدرسة دي؟ أنا عايزة أتعلم وكنت عايزة أتعلم. طيب أنا ما أعرفش، ممكن حد يساعدك؟ أختك ساعدتك؟ لا هي حرة في نفسها وأنا حرة في نفسي، هي عارفة هي. أنت حتى لو ما هيش في البيت. طب هو لقينا حد بيساعدك، هو بنت أختك كانت بتساعدك إنجليزي. لا ده هي دي متعلمة وهي صغيرة. دي هنا عندنا بنتها مدرسة إنجليزي. وكنت بتروحي المدرسة؟ بس مش لاقية شغل. مش لاقية شغل. بتدي العيال درس عشان تاكل ثلاث عيال. ولما بتروحي المدرسه يا حاجه بقى، كل يوم كنت تروحي في صبح يوم الاحد ويوم الاربع؟ كل حد كنت بروح اقف على باب المدرسه على ما يجي الباقي. لا والله كنا يجي 15 كده، 15 واحد واحد. ستة. ما خفتيش ان حد يتريق عليك يقول لك انت بتاخدي محو المياه والكلام ده؟ في ناس بيبقى دماغها فاضيه كده. يتريق كده وانا انضفه. ايوه انا احبك. ايوه ده حلو. انضفه انا احب ده. هو ده انا مش طيب بس هتلحقي ببقى واحد. لا بس هو ما حدش ليه حق ان هو يقلل من حلم حد. يقول لك بعد ما شاب ودوه الكتاب مالناش دعوه الكتاب. بالعكس شعريتين ابيض لكن المخ لسه فيه. صح صح صح. طب بقول لك يا حاجه زبيده، انت عارفه ان انت باللي انت عملتيه وشهادة محو الأمية خليتي العالم كله يتكلم عليكي؟ يتكلم بقى زي ما هو عايز. طبعا ده هو يتكلم زي ما هو براحته. ده براحته. انا عايزاه يقول كلمة قدامي مالهاش. بس كلام حلو مش كلام وحش. والله ان قال حاجة يعني لا، كل الناس بتتكلم عليكي حلو وبتقول اللي عملته حاجة زبيدة ده درس للعالم كله. انا مش كلام انا. عيال انا خشيت كذا. الا لما اتكرمت بتاع المنوفية وداني شهادة تكريم والراجل يعني قابلنا أحسن مقابلة بصراحة، وعربية بتاعت بوكس خدتنا من هنا وجابتنا لغاية اللي انت عملتيه ده يا حاجة. لازم كل الناس تكرمك ولازم كل الناس تقفلك ولازم كل الناس تشجعك. الإنسان مننا بأخلاقه الناس هتكرمه، إنما لو زفر كله هيبعد عنه. صح صح. ده فلان ده لا 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 ده وحش. صح. خلينا بعيد عنه. صح. انا بقى من النوع اللي هو لو شفت خناقه اشوف لحته وزاه ولا اشهد ولا سمعت. حتى قعدت في مصر لا اشهد ولا سمعت. البيت مقفول علينا وخلاص. العيال كانت عاصمتي العيال. يعني الراجل في المنطقه في الخليفه واحنا في المعاد. اودي العيال لحد المدرسه واقعد على الباب لحد ما بقيت اجيب ارواح وحاجات واقعد على الباب عشان العيل ما يزهقش مني. انت ورايا ليه؟ قال لهم بنبيع عشان مصروف ابوك بسيط. يا حبيبتي. طب بقول لك يا حاجه، النهارده لكل الناس اللي عايزه تيجي تروح تاخد فصول محو اميه او نفسه في حاجه يحققها او فاكر ان العمر عدى بيه انتهى ما انتهاش. صح؟ العمر ما انتهاش. لا ده لحد اخر لحظه. انا بقول له انا هخش المدرسه، لو عبد الرحمن ما جاش خد الروح هروح. جه خدي هاخد الشهاده دي واوديها للتراب، ممكن الواحد يصحى ويقراها تاني. حبيبتي يا حبيبتي يديك الصحه وطولة العمر. الله يخليك يا حاجه زبيده. انا عايز اقول لك انا جاي من القاهره مخصوص، بقالي كام يوم بدور عليك عشان اوصل لك. يا نهار. عشان انا حاسس اللي انت عملتيه ده. جيبوا لنا علم وانا احطه لكم على البيت. لا يا حبيبتي. البيت المنتدب ده، بيت المنتدب ده، بيت الحاجه زينب. انت يا حاجه اللي انت عملتيه ده، في ناس بتعمل بتحقق شيء، الشيء ده لما بيحققوه بيدوا امل لكل الناس اللي حواليهم، ربنا يهديهم. فانت اديتي امل لناس كتير قوي، مش للمصريين بس، والناس والله اللي بره كمان. البيت عندي في الغيط والله والله، لو مش تراب لنادي العيال بتاع العزبه واقريهم. كل ما عيل يجي اقول له يا بيت شوف ابنك خد ايه النهارده. انا بعرفش في الانجليزي. صح. في العربي قطر، لكن الانجليزي يلا ما احنا المره الجايه بقى هنجيلك وتكلمينا انجليزي بقى. ما فيش مستحيل مع الحاجه زبيده. خلاص انا جبت كتاب من على الرصيف. اتعلم انجليزي من غير ما حد يعلمها. يا سلام يا سلام معايا والله. طب ما يلا
اقول لك يلا لا يعني يلا بقى شدي حيلك. اه عرفت الكلمتين. طب قولي لي ايه؟ امال ايه؟ طب قولي الكلمتين. دونك دونكي. اه فوكس. هو انت ابتديتيها كده؟ فوكس عشان بيكتب الفراخ. اه فوكس ماشي. ثعلب ايه؟ ملك. ملك ملك لبن. لبن. اه حلو. وتر لو الواحد عطشان. صح. ميه. كان واحد خاص في المطعم صعيدي زي حضرتي، واحد طلب سمك واحد طلب ايه؟ لحمه راس. فبقى مش عارف يقول ايه. قال له العجل عايز يشرب. التاني جرسون قال له نعم. قال له السمك عايز يعوم. مش عارف يقول له انا عطشان. ما بنضحكوا ببلاش اهو. خلاص حبيبي. عشان يروح وشه بس من الجماعه بتوعه. تسلميلي يا رب، دي احلى ضحكه معاكي. سمك عايز يقوم. البقرة عايزه تشرب. سمك عايز يقوم. مش عارف يقول انا عايز اشرب. لا عمل يعني كلمه بالانجليزي. قال له السمك عايز يقوم. بالظبط. جاب له الكوز يشرب. يا حاجة اتشرفت بيكي واديكي طولة العمر والصحة يا رب. واخدنا معاكي احلى درس انجليزي النهارده. بس عايزين نتعلم انجليزي قوي. يلا والله بجد يلا. لحد يشتمنا. هجيلك تاني. لحد يشتمنا ولا حاجة نقدر نقول. عشان نعرف نرد عليه. صح؟ نعرف نرد عليه. او تعرفي انجينا جولي اللي بعتت لك من بره تردي عليها دلوقتي. قالت انا عايزة الصورة بتاعتك، فقلت لها والنبي يا بنتي خد الصورة هي نصورها لها على التليفون. اسألها واحنا صورنا اليومين دول صورتين يعني كده بنقول يعني الامل ان احنا نشوف عمر ولا حاجه. يا رب يا رب. انما بقى خلاها على الله. يا ريت يا ريت. ان كتبت هتلاقينا حطينا رجلينا في الطياره. ما انكتبتش يبقى احنا طيرنا بره. لا يا ريت يا ريت لو في الفيديو ده اللي كل الناس هتشوفه، يا ريت لو في امكانيه ان احنا الحاجه لو في امل يعني يكون ليها عمر هي واختها الحاج. اسمك ايه يا حاجه؟ بهيه عبد الله. بهيه حاجة يا حبيبي. هي عبد الله. ان شاء الله يا رب يكون ربنا بيسمي احسن الاسامي. يديكوا الصحه يا رب. انا بشكركم وبشكرك على القعده الحلوه دي. حمتنا كانت اسمها عليا. واحنا زبيده ودي بهيه ومبروكه حبيبي. مبروك على اسم ستينا. امنا. امنا. يلا يديكوا الصحه يا رب. كنا مبسوطين في حياتنا ولا زلتوا مبسوطين واديكوا الصحه. وعايز اقول لك على حاجه. ان شاء الله حتى نكون قاعدين على الحصيره البلاستيك دي مبسوطين برضه. يا رب. لا علينا ولا واحد بيخبط بيقول هات اللي عليكم. يا رب يا رب. الحمد لله. الحمد لله. بشكرك يا حاجه واتشرفت بيك واحلى قعده في الطريق. ربنا يخليك. ما يحوجكش الحال. ربنا يعزك يا ام. تسلمي.